أعلن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن مفوضية الانتخابات استجابت لشكوى تقدم بها لاستبعاد مشعان الجبوري من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد الكرد. ودعا النائب خالد شواني في مؤتمر صحفي هيئة التمييز بالتعامل قانونيا مع ملف مشعان الجبوري دون اعتبارات سياسية تتم على حساب القانون ومصالح الشعب. عقد النائب خالد شواني مؤتمرا صحفيا في مكتب كركوك لمجلس النواب العراقي حول افتراءات وتخرصات مشعان الجبوري الأخيرة، والتي تطاول فيها خلال إحدى مقابلاته التلفزيونية على الشعب الكردي. وكشف النائب خالد شواني عن تقديمه شكوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبعاد مشعان الجبوري. ظهر في اليومين السابقين على شاشات التلفاز المدعو مشعان ركاظ الجبوري، وهو مرشح رقم 24 عن قائمة العربية، تهجم فيها على القومية الكردية وأكد إن برنامجه الانتخابي إذا فاز في الانتخابات هو تحرير العراق من الاحتلال الكردي، وكذلك إن الكرد هم بقايا الاحتلال الأمريكي. في الوقت الذي نؤكد بأن مثل هذه التصريحات هي مخالفة صريحة لأحكام مادة 7 من الدستور العراقي، التي تنص على منع وحظر أي إثارة نعرات الطائفية والقومية والشوفينية. لذلك قدمنا شكوى واستندنا على أدلة دستورية وقانونية والأنظمة الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. المفوضية اليوم في اجتماعها قررت استبعاد المدعو مشعان ركاظ الجبوري من العملية الانتخابية كمرشح عن القائمة العربية، وبسبب هذه التصريحات التي أدلى بها، لأنها فيها اعتداء سافر على القومية الكردية وجرد الكرد من حق المواطنة المنصوص عليها في الدستور، وفيها إثارة للنعرات القومية والطائفية والشوفينية. النائب خالد شواني وجه خلال المؤتمر الصحفي كلمة خاصة بها الكيانات السياسية والرأي العام في العراق، بأنه لا يمكن أن يستفاد المدعو مشعان وأمثاله من العملية السياسية والديمقراطية، وهذا الزمن هو زمن الديمقراطية والقانون، ولا يمكن التفكير بعقلية الحرس القومي. أقول لكل الكيانات السياسية وللرأي العام العراقي وللشعب العراقي، لا يجوز تحت أي مسمى أن يستفاد مشعان جبوري وأمثال مشعان جبوري من العملية السياسية والديمقراطية. إذا كان لا يزال يفكر بعقلية الحرس القومي وما قام به حزب البعث المنحل وعصاباته في 1963، وكررها في مناسبات بأن والده قد قتل على يد ثوار الكرد لأن والده اعتدى وحاول أن يعتدي على ممتلكات وأرواح مواطنين الكرد في محافظة كركوك، فنقول له اليوم بأن هذا العصر عصر الديمقراطية، عصر التهديد والسلاح والقوة انتهت وولد، لك ولأمثالك الآن هذا العصر عصر القانون وعصر الديمقراطية وعصر الأنظمة والتعليمات، ولدينا مفوضيات انتخابات. اليوم بسبب هذه تصرفاتك المخالفة للدستور وللقانون وعدم احترامك لحقوق المواطنة ومحاولتك لتهيئة الأرضية لقتل الشعب الكردي وإبادتهم وخلق شرخ بين الكرد والعرب والمكونات الأخرى في العراق، قرر مفوضية الانتخابات استبعاد هذا المرشح من المفوضية. نحن نشكرهم ونطالب الهيئة القضائية أيضا أن يطبق القانون على هذا المرشح لكي لا يستفاد هو ولا غيره من العملية الديمقراطية والأنظمة القانونية الموجودة في العراق. يبدو أن سياسة استعداء الكرد لا تزال تلقى آذانا صاغية لدى البعض من المتطفلين على السياسة في الساحة العراقية، متناسين أن هذه السياسة لم تجلب للبلاد والعباد على مر عقود خلت غير الخراب والدمار. هالغوت حسن، فضائية كركوك.